أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عن قرب. في آخر نتيجة لمسح القوى العاملة في غزة والضفة الغربية حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني، البطالة في غزة 44%، في الضفة 18%، وفي تقرير صادر للبنك الدولي خلال العام 2015 الفقر والبطالة في غزة أعلى معدلات في العالم. للحديث عن هذه الأرقام رأينا أن نستضيف معالي وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلة كربما قريب من هذه التفاصيل ليطلعنا عليها. بداية أهلا بك دكتور. أهلا أخي الكريم. لو تحدثنا عن هذه الأرقام بداية كبطالة في الضفة وفي غزة 44% 18، إلى أي حد نستطيع أن نعتبرها دقيقة؟ نعم أخي الكريم، شوف، أولا إحنا لازم نبدأ بتوجيه تحية لشهدائنا ولأسرانا، للشباب الباسل اللي بيغير وجه المنطقة في الوقت الحاضر مرة أخرى، اللي أدى إلى هذا الذعر اللي بيصيب المحتل الإسرائيلي. ومدامني ذكرت المحتل الإسرائيلي لازم أتذكر جواب على سؤال حضرتك، هذا البؤس اللي بيعاني منه شعبنا سواء فيما يتعلق بأمرين، الفقر والبطالة. للأسف الشديد الإحصائيات المفجعة تقول أنه عندنا 320 ألف أسرة تعيش في فلسطين تحت خط الفقر، وأرقام البطالة الموجودة عندنا في فلسطين آخر إحصائية استلمناها الأسبوع الماضي من مركز الإحصاء الفلسطيني أصبحت حاليا البطالة في قطاع غزة حوالي 41%، وفي الضفة الغربية حوالي 21%، علما أن البطالة مستشرية بشكل بشع في أوساط خريجين الجامعات والشباب، والصورة الأبشع بين الإناث عندنا في فلسطين ما بين 16 سنة و 29 سنة نسبة البطالة بين الإناث تتجاوز 73%. هذه كلها أرقام في منتهى أرقام الصعوبة، خطيرة دكتور، أرقام حقيقية وخطيرة وخطيرة، لكن المفروض أننا نراجع نفسنا ما بين شعوب المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إحنا كان من هواجس الوزارة أن نبحث عن عمل لأبنائنا، حتى فكرنا في أن نرسلهم إلى دول الخليج العربي والجزائر باعتبارها بلاد ثرية وغنية، بس الإحصائيات تقول المملكة العربية السعودية الآن نسبة البطالة تتجاوز 13% حسب الإحصاءات الرسمية الحكومية السعودية. نعم. لكن في شركة اسمها ماكنزي، شركة عالمية، بتقول نسبة البطالة في السعودية الآن تتجاوز 25%، وبالذات في أوساط خريجين الجامعات. هذا الكلام زاد أسوأ منه لما عرفنا أنه منظمة العمل الدولية تقول أن نسبة البطالة بين الشباب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تتجاوز 40%، في حين انه معدلات البطالة الدولية في العالم كله، العالم يعني بالمتوسط حوالي 11%، فرنسا الآن فيها 13% بطالة، لكن الصين هذا البلد اللي عدد سكانه 1.3 مليار، نعم، وعنده 800 مليون يد عاملة، نسبة البطالة 4%. متوسط البطالة في جنوب شرق آسيا من 9 إلى 9.5%، لكن الأرقام المفجعة هي موجودة في إفريقيا وفي شمال إفريقيا وفي الشرق الأوسط. هذا بيجعلنا إحنا في فلسطين، صحيح إنه بنتحسس وضعنا، نجد أنفسنا يمكن من أكثر شعوب العالم فقرا، لا يعني ذلك إنه إحنا شعب كسول أو شعب غير متعلم، هذا كله من إفرازات الاحتلال الإسرائيلي. نعم. هذا كله أي إنسان عاقل بيجد في فلسطين الآن
نحن نعاني من مشكلة حقيقية، لا يوجد لدينا استثمارات كبرى، لا يوجد لدينا مشاريع اقتصادية كبرى. أكثر العاملين في المشاريع في فلسطين هي إما مشاريع عائلية أو عدد العاملين فيها يقل عن 20 عامل. نعم. هذه تعتبر كلها مشاريع صغيرة. نعم. طبعا هذا كله له عدة أسباب، مش الآن وقت بحثها، إحنا بنتحدث على موضوع البطالة والفقر، وبالتالي هذا الموضوع الحكومة بتعليمات من الأخ الرئيس أبو مازن مرات عديدة، بتعليمات من الأخ رئيس الوزراء، مجلس الوزراء باستمرار موضوع إيجاد حلول، لأنه القصة مش قصة مجرد إنسان عاطل عن العمل يعني عنده مشكلة اقتصادية، عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة اجتماعية، عنده مشكلة مع جاره، مع ابنه، مع بنته، مع صاحب البيت وإلى آخره. نحن ندرك كل ذلك وعايشينه وفاهمينه، لكن للأسف الشديد يعني الاحتلال هو الأساس، البلاء اللي بنعاني منه. والأرقام اللي أنا حكيتها أرقام مش جديدة، صار لها تتراكم سنوات. إحنا بعد ما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية اتحسن الوضع كتير، ونزلت البطالة عنا إلى حوالي دون 9%. هذا كانت أرقام جيدة جدا بالنسبة للعالم، دون 9%، لأنه صار في انتعاش اقتصادي، صار في انتعاش اقتصادي، صار في أيامها استثمارات، وصار في تغيير للواقع. لكن للأسف الشديد بعد الانتفاضة الثانية وبعد العقوبات الإسرائيلية الشرسة اللا أخلاقية وصلنا إلى هذه الحالة اللي أنا بعاني منها في الوقت الحاضر. يعني على سبيل المثال أعطي أنا مثل بسيط، أحد رجال الأعمال الفلسطينيين في منطقة الأغوار، منطقة الأغوار المفروض أن تكون سلة الغذاء لفلسطين، يقول إذا أعطتوني مي فقط أنا مستعد أزرع 250 ألف شجرة نخل وشغل 30 ألف عامل، وهذا كله صادرات طبعا، مش محتاج إطلاقا لا رأس مال ولا فلوس إلا غير فقط المي. المي ممنوع علينا إحنا في أنا لما بحث الموضوع مع زميلي يعود إلى إفرازات وزير احتلال وزير, وزير وزير المياه الفلسطيني اللي هو الدكتور مازن غنيم، قال لي إحنا مش قادرين نوفر مي في الغور بسبب إسرائيل منعانا، ما نقدرش نحفر بير، مية نهر الأردن محولة كلها. وبالتالي هذا أنا جبت بس مثل بسيط جدا، إحنا في الضفة الغربية، لأنه غزة المواطن لازم يعرف أنه إحنا في غزة كل 2 مليون اللي في غزة ساكنين في 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية. هذه الأرقام أرقام تعتبر مصائب. وفوق ذلك أنا حسب اتفاقية رودس سنة 1949 كان المفروض تكون مساحة غزة 526 كيلومتر مربع. الآن حسب الوضع القائم مساحتي أنا 358 كيلومتر مربع، لكن أنا وياك بنسكن في أقل من 150 كيلومتر مربع بسبب المناطق اللي إسرائيل حدود العازلة والمناطق والشريط الحدود. وبالتالي هذا كله لما تلاحظ أنت بحر مش مسموح لنا، السماء مش مسموح لنا، الاتصالات، المعابر مغلقة، لا حركة بضائع، لا حركة أفراد، لا حركة أموال، لا قادرين نصدر، لا قادرين نستورد. في مثل هكذا ظروف هذا الانتاج الطبيعي له الفقر والبطالة. وبالتالي لو بدك كنت تسألني السؤال التالي، ماذا فعلت الحكومة لإيجاد حلول لهذا الموضوع؟ بعد ما استعرضت أنا الصورة اللي قلتها لحضرتك، إحنا عندنا أنشئ في 2003 صندوق أيام المرحوم الرئيس أبو عمار، صندوق التشغيل الفلسطيني. هذا الصندوق بسبب ظروف سياسية كثيرة ظل شبه جامد، حركناه مؤخرا. هذا الصندوق بدي أعطي بس نبذة صغيرة عنه. تفضل. لأنه إحنا وجدنا أن الأفضل لنا لحل مشاكل البطالة أن نجد مصادر تشغيل لأبنائنا داخل الوطن، مش نحطهم شنط ونبعتهم برا. لا، نجد فرص تشغيل لأبنائنا داخل الوطن. وأنا يعني لما بعطي لخريج أو خريجة أو 2 أو 5 منهم بعطيهم قروض، مش منح، قروض، بعطيهم دعم لوجستي، بعطيهم أفكار، بعطيهم أنا عندي بنك مشاريع كخلق لفرصة عمل حتى يعمل
لنفسه فرصة عمل. لما بيعمل لنفسه فرصة عمل ولو كانت بده يربي شجر زينة زي هذا، أو يعمل جلد ساعة ويبيعه، أو يعمل مصنع ألبان، أو يعمل فرن، أو يعمل مزرعة دواجن، أو يعمل مزرعة أرانب، مشاريع صغيرة، مشاريع صغيرة. هذا المشروع الصغير كفيل بأنه يعطيني حاجتين مباشرة، والثالثة باليد الأولى، إني أنا قد يصل إلى اكتفاء ذاتي، ببطل هو يتوسل للوظيفة. نعم. اثنين، بصير هو يعطي لآخرين وظيفة. يعني لو بدي، لأنه كل المشاريع في الدنيا تبدأ صغيرة وتكبر. نعم. فأنا متعشم إنه هذه المشاريع بعد عدة سنوات من الجدية المعروفة عن شعبنا والالتزام، إنه هذه المشاريع الصغيرة تكبر، تصبح متوسطة، ثم تصبح كبيرة. ساعتها بكون أنا أعطيت فرص عمل لآخرين. رقم اثنين، إحنا للأسف الشديد عندنا آفة كبيرة جدا اللي هو الاستيراد. إحنا نستورد كل شيء لدرجة أي واحد في أي مواطن منا ينزل على الأسواق ويتفحص السوق حيلاقي جزء كبير جدا مما هو موجود في السوبر ماركت وفي محل الخضار والفاكهة مش إنتاجنا. لماذا لا ننتج احتياجاتنا؟ لماذا نعتمد على السوق الإسرائيلي في أغلب الفاكهة اللي بتدخل على بلدنا، وهو مناخ واحد ومية واحدة؟ أنا أعتقد أن الدول الكبرى زي اليابان وغيرها تعيش على عشرات الألوف من المشاريع الصغيرة. أما أنه إحنا نظل ننتظر الوظيفة، أعلى معدل عاملين في القطاع العام موجود في فلسطين. نعم. إذن أصبحت، صار عندنا ترهل وظيفي وبطالة مقنعة. نستطيع وبطالة مقنعة. فالحل الوحيد، إحنا بنتحدث على صندوق التشغيل الفلسطيني. هلأ إحنا ماخدين قرض من إيطاليا، قرض لمدة 30-40 سنة، يعني مش قرض يعني بدنا نسدده بكرة، من إيطاليا ب20 مليون يورو. إحنا الآن على اتصال ب10 دول، نتعشم أن نحصل منهم كل دولة على 20 مليون دولار، لنصل خلال سنتين إلى 200 مليون دولار. هادول ال 200 مليون دولار حيعطوني وظائف مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 50-100 ألف وظيفة. إحنا أعدنا تشكيل مجلس إدارة الصندوق، لأن الصندوق برأسه وزير العمل، وفي ممثلين في مجلس إدارته عن الحكومة، التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية وإلى آخره. في ممثلين عن اتحاد العمال، ممثلين عن القطاع الخاص، ممثلين عن شخصيات الاعتبارية العامة في البلد إلى آخره. إحنا في الصندوق الآن لأول مرة 7 من أعضاء مجلس الإدارة من غزة، فتحنا له فرع في غزة. إحنا هذا الصندوق نعتبر الحل لمشكلتين عندنا في البلد، البطالة والفقر. وأخذنا قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا باعتبار هذا الصندوق هو المرجعية لجميع مشاريع التشغيل في الوطن. نعم. اللي من ضمنه نحن يصل إلى فلسطين في الوقت الحاضر من الخارج أموال كثيرة تصل إلى يزيد عن نصف مليار دولار سنويا. نعم. لمشاريع لا NGOs وغيرها، وبنشعر أنه طيب. أدائها أين تذهب؟ أدائها أين تذهب هذه الأموال؟ بالضبط هذا السؤال. أدائها يمكن ما يكونش ملموس، بديش أزيد عبارة أخرى. فإحنا الآن على وشك أن نصدر قرار مجلس وزراء أنه كل سنت بده يدخل على البلد بده يدخل أولا من خلال وزارة التخطيط المالية. نعم. والتخطيط عندنا، مش مشان يحجز، حتى نعرف إلى أين سيذهب. سيذهب إلى جهة من باب الرقابة على الأقل، من باب الرقابة لا أكثر ولا أقل. إحنا الآن نتكلم على الرقابة، وقد نزيد الرقابة شوية إلى حاجة اسمها تنسيق. لا أريد أنه أحد يكرر الآخر، لا أريد أنه جهتين ثلاثة أربعة. لماذا لا يكون هناك توحيد للمصدر المتلقي لهذه الأموال؟ ما هو في البلد عندنا 2883 جمعية، 1200 منهم لا يعملوا والباقي تعمل برقابة محدودة جدا. وبالتالي لا نتهم أحد، كل الناس على راسنا، لكن نريد أن يستعمل المال بأسلوب رشيد. نعم. حتى لكن كرقم دكتور، هذا رقم مرعب. صح. ويدخل البلد ولا يلمس في الشارع. صحيح. وبالتالي الآن الحكومة في الماضي كان دائما سياستها
انه احنا بلد حر ونترك هذه الامور بدون، احنا الان مش عايزين نضغط على احد، لكن عايزين نعمل عمليه تنسيق وترتيب لبيتنا الداخلي حتى نستعمل الاموال المتاحه باسلوب رشيد حتى تحقق الغرض اللي هو مواجهه البطاله والفقر. في الماضي في يوم من الايام يعني عشنا سنوات نعطي ما يسمى جرانتس ومنح. الجرانتس والمنح ثبت لنا انها غير كافيه لحل مشاكلنا. حل مشاكلنا بالتشغيل. مش بالمنح، وبالتالي احنا حل المشكله من الاصل وليس معالجه الحاله المرضيه. بالضبط. فاحنا الان الفكره القائمه ان نعطي قرض دوار، هذا القرض بحب احكي لكل الشباب انا اللي بيسمعونا الان، هذا القرض بدك تاخده من مؤسسه ماليه تحت اشرافنا. حيكون هناك فتره سماح، يعني انت مش حتسدد القرض بعد شهر او سنه. ممكن سنه وسنتين وثلاثه فتره سماح ثم تبدا التسديد. بعد ما تكون انت استقريت وقفت على قدميك، بعدين فائده بسيطه لا تتجاوز 5%. لانه في الماضي كانت الفوائد اكثر من هيك بكثير. وبعدين احنا مش حنتركك نعطيك فلوس والسلام عليكم، لا، لازم يكون في متابعه حنعطيك متابعه باستمرار. وخلقنا الان نظام بالحاسوب نلاحق كل قرش دفعناه لاي جهه كانت كيف يستعمل وكيف يتم التصرف فيه، بالاضافه الى تقديم دعم لوجستي للشخص، لانه احنا بنتوقع في الاخر شاب خريج حديث او شابه ويمكن في البيت في اب وام مش متعلمين كفايه، كيف هؤلاء الناس يستطيعوا ان يديروا مشروع السوق صغير؟ فانا بدي اعطيهم خبره ودعم وسنساعدهم بعون الله تعالى حتى يقفوا على قدميه على الاقدام. هذا الموضوع هو املنا، واحنا شفنا التجربه في الاردن، وتجربه في الاردن تستحق التقدير والاحترام. صار انهم صحيح قبلنا بسنوات في الاردن، الان وصلوا لحوالي 110 مليون دولار مشاريع، وهذه عملت في المناطق المهمشه والمناطق الفقيره والمناطق اللي طب دكتور قياسا بهذه التجارب في الدول المجاوره، في نجاح في الاردن مثل ما تتحدث، لكن في استقرار في الاردن في الاراضي الفلسطينيه؟ الاستقرار معدوم، ربما اكثر من عدوان على قطاع غزه في 5 سنوات، انتفاضه في الضفه الغربيه، اجتياحات اسرائيليه، راس المال جبان دكتور، استثمار من الخارج مش موجود، والمشاريع الصغيره ما ضمان استمراريتها في عدم استقرار الوضع السياسي في الاراضي الفلسطينيه؟ شوف الحقيقه الخطر قائم، لكن على المشاريع الصغيرة الخطر أقل منه على المشاريع الكبيرة، لأنه أنت في النهاية هتعمل مشاريع يعني ستتأثر بالوضع العام، ستتأثر بالضغط الإسرائيلي، ستتأثر بحجب مواد الخام إلى آخره. لكن أنت فتحت في ذهني موضوع آخر كنت بدي أتحدث عنه، اللي هو ضرورة أن يقوم في فلسطين مشاريع كبرى تشغل عمال بمئات اللي في كل مشروع منها. هذه لازم تكون في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات. هذه تحتاج إلى رأس مال. قطاعات مدمرة. رأس المال الفلسطيني اللي في الخارج، في دول خارج فلسطين، أبناء شعبك تقدر ودائعهم في البنوك العالمية بما لا يقل عن 70 مليار دولار. أنا من شان أسترجع جزء من هذا المال الموجود عند أبناء شعبي خارج الوطن أحتاج إلى استقرار. الاستقرار للأسف الشديد مع الاحتلال مش وارد. لكن إحنا بنفكر الآن في بالرغم من كل الظروف في مشاريع كبرى تدار على أحدث الأساليب الإدارية والعلمية في العالم. هذه المشاريع تشجع أبنائنا اللي في الخارج أن تساهم بالمال، يعني هو مش حيبعث المال لقريبه من شان يخشى عليه أنه يضيع، لكن بده يبعث المال يشتري أسهم في شركة محترمة. على سبيل المثال عندنا إحنا بعض الشركات الكبرى في الوطن الآن زي الاتصالات وزي بنك فلسطين وغيره بتعطي أرباح جيدة ومستقرة، والآن اللي بيشتروا أسهمها حتى الأجانب. هذا هو النوع الآخر من النشاط الاقتصادي اللي حيكون الكبري اللي نعبر عنه قضية الفقر والبطالة.
الجانب الأول زي ما قلت أنا اللي هو المشاريع الصغيرة، والجانب الآخر المشاريع الاستراتيجية الكبرى اللي الآن حسب خطة وزارتنا الحالية. نعم. مع أنه هذه الوزارة كان المفروض أن تكون وزارة مؤقتة، وزارة التوافق. نعم. هذه وزارة مؤقتة كان دورها توحيد الجهاز الحكومي ثم إجراء الانتخابات. لكن للأسف الشديد يعني إحنا الآن وجدنا أنفسنا في هذا الموقع. الآن إحنا بنوضع خطة الثلاث سنوات والخمس سنوات اللي من ضمنها التركيز الأساسي على الاستثمارات وعلى المشاريع الكبرى، من اللي هي لا حل إلا بهذا الاتجاه. مشاريع صغرى من خلال التشغيل، ومشاريع كبرى على مستوى جلب استثمارات كبيرة، ومشاريع تشغل عمال فوق 100 عامل في كل مشروع. ما الضمان لإنجاح مثل هذه المشاريع؟ من المسؤول عن التواصل مع أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين والموجودة في البنوك خارج الوطن؟ هو لما أنت تقوم بالمشروع، القطاع الخاص أساسا بالتشجيع من الحكومة هو الذي يبدأ هذه المشاريع. الحكومة بتعطي ضمانات، بتعطي إعفاءات جمركية، بتعطي إعفاءات من الضرائب كذا سنة. هذا بيشجع أصحاب رجال الأعمال إنهم هم يبدأوا المشروع. على فكرة كثير مشاريع احنا عندنا بدأناها، ولما صار الاكتتاب زاد عن المبلغ المطلوب. احنا في عدة مشاريع انعملت في الماضي لما كان في عندنا بعض الاستقرار الخفيف، وليكن انظر إلى مشاريع عديدة صارت في الماضي، إما كانت رؤوس أموال لبنوك أو لشركة الكهرباء أو غيره، كان المطلوب مثلا 70 مليون، يجي من المواطنين طلبات تتجاوز 170 مليون، وفي الآخر يصير تخصيص بالنسبة. طيب هذا في وضع الاستقرار دكتور، لكن احنا الوضع عندنا مش مستقر زي ما تفضلت. المحتل الإسرائيلي إلى أي مدى يمكن أن يسمح بمثل هذه المشاريع وتنفيذها؟ على الأقل حصار ممكن يعيق إدخال كل المواد اللوجستية اللازمة لإقامة مثل هذه المشاريع. أخي الكريم، شوف، الحياة عبارة عن صراع. احنا ناخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. نعم. واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. لا نستطيع ان نحط ايدنا على خدنا وننتظر. الى متى؟ اولادنا اللي بتخرجوا من الجامعات كل يوم. صح، انا بدي الفت النظر لنقطه مهمه اللي هي اسمها التشوه في نظامنا التعليمي. التشوه في نظامنا التعليمي انه احنا للاسف الشديد دائما في ثقافة في مجتمعنا نبحث عن الشهادة. والشهادة أيا كان نوعها، المهم أنه شهادة. الشهادة العلمية مش العملية بالدرجة. وبالتالي إحنا عندنا 80% من خريجينا بدرسوا دراسات إنسانية، مع احترام الشديد للدراسات الإنسانية، لكن أنا بقول وقلتها في مجلس الوزراء، يوم ما بدخل طالب على سنة أولى في كلية من الكليات الإنسانية، لما بتخرج ملوش عمل. اثنين، عندنا نسبة اللي بدرسوا دراسات علمية 17%. 80% بدرسوا دراسات إنسانية، 17% بدرسوا دراسات علمية. لكن دراسات علمية بدون إمكانيات عملية، اللي بسموهم بالأجنبي الوايت كولر، اللي هي الياقات البيضاء، متعودين يقعدوا في مكتب. مهندس. نعم. قاعد في مكتب ما بينزلش بايده يمسك المفك ويشتغل. رقم ثلاثة عندنا اللي بيدرسوا دراسات مهنية وحرفية لا يتجاوزوا 3%. احنا الان من ضمن مشاريع مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، وقعنا اتفاقية الاسبوع الماضي. بدنا نحاول نوصل خلال 3 سنين خريجين الدراسات المهنية الى 20% من الأعمال. نرفع النسبة. لانه على فكرة لما تعمل قياس للدول الاخرى، تجد في اوروبا النسبة هاي اللي انا مسميهم اللي احنا عندنا 3%، في اوروبا ما بين 50% إلى 60%. نعم. اللي هو المهندس اللي بيشتغل بايده المهني العمل. اللي انا الان للاسف الشديد هذا الجهاز اللي عندك انت لو تعطل الان بدنا نبعته ألمانيا نصلحه. احنا لحد هذه اللحظة ما دخلناش في عالم التطور الموجود في الدنيا. احنا لحد هذه اللحظة عندنا الصنايعي عبارة عن شخص اتعلم في ورشة
لمعلم تبعه لا بيعرف لغة أجنبية ولا بيعرف يتعامل مع الحاسوب ولا بيعرف التطور الحديث في أساليب هذا تشوه في النظام التعليمي كما تفضلت. نقطة حتى لا نقفز عنها، ذكرت قبل قليل الاستيراد، نعتمد بشكل كبير على الاستيراد بينما يمكن أن ننتج على الأقل في المستوى الزراعي نفس المناخ في دولة الاحتلال، وبالتالي ونستورد من الدول المجاورة ومن دولة الاحتلال، لكن مستوى الإنتاج عندنا يعني الحصار بالدرجة الأولى، ارتفاع تكلفة الزراعة محليا أكثر من الاستيراد. شوف أقول لحضرتك شيء، إحنا الآن كحكومة أنت بتطرح قضايا بتخلينا ندخل في كل ما تفكر فيه الحكومة في الوقت الحاضر. أحد الأشياء اللي عندنا إحنا في قطاع غزة لو تحسن وضعها بتحسن وضع الإنتاج وبصير تكلفة الإنتاج أحسن وبصير التنافس أفضل، وهي الطاقة. إحنا عندنا سواء كان الآن الكهرباء أو الوقود أسعاره مرتفعة جدا، وهذه الأسعار من الطرف الآخر اللي قاعد وراء الحدود بيعاقبنا عن طريق هذا الموضوع. لما بيعطيني أنا 120 ميجا في غزة وبيجبرني أشغل هذه المحطة اللي عندنا في غزة اللي ببساطة شديدة تكلفة إنتاج الكيلو وات كهرباء من المحطة تبعتنا اللي هنا في غزة شيكل وعشرين أجورة بفرض انه ما اخذناش اي ضرائب لا بلو ولا فات ولا ما يحزنون. وهذا الكلام بينباع للمواطن بنص شيكل بخمسين أجورة. هذا اذا المواطن سدد. نعم. يعني طيب. خسارة كبيرة. خسارة سبعين أجورة في كل حال الدفع الكامل. وهذا اذا المواطن سدد. طيب. احنا الان بنضغط بشدة. الغاز تبعنا هيو موجود في البحر. مش قادرين نجيب الغاز. احنا لو جبنا الغاز وشغلنا محطتنا بالغاز تكلفتنا اللي بقول لك الان 120 اجوره بتصير 19 اجوره. هاي قضايا سياسيه. انا بس بشتري كهرباء من اسرائيل بتكلفني حوالي 43 اجوره. هذه كلها انا لو وصلت لل 19 اجوره مش بس مشان اشغل محطه الكهرباء، لاني انا عيني على محطه الكهرباء منشان تديني انتاج يكفي حاجتي سنة 2020. انا في سنة 2020 حاجتي الحقيقية كهرباء 24 ساعة تغطي احتياجاتي للانارة وللبيت وللمصانع وللورش وللزراعة. انا محتاج الى حوالي 600 ميجا. احنا الان بناخد 120 و30 من مصر، والمحطة هذه التعيسة اذا بالكتير انتجت تنتج 50 ميجا. شوف الفرق الكبير بيني وبين ما هو مطلوب. طيب انا لو حصلت على غازي، احنا الان اضطرينا نضغط بكل ما اللي وصلنا اليه ان ناخذ من اسرائيل وعد اتفقنا معاهم عليه في اتفاقيه مبدئيه ندخل غاز للمحطه، ولحد الان ما اتفقناش نهائيا على خط الغاز من وين يكون. بس لو وصل الغاز للمحطه وبدت المحطه هي تشتغل بالغاز بعمل حاجتين، بنزيد الانتاج وبخفض التكاليف. لما بخفض التكاليف بصير عندي قدرة أنتج بتكاليف أقل. كل إنتاجنا أيا كان بصير بتكاليف أقل. هذا الموضوع موضوع أساسي وحيوي. الحكومة بتعمل ليل نهار، تستخدم علاقاتنا الدولية، علاقاتنا مع العالم، الضغط المستمر من كل الأوساط من شان نحصل على طاقة رخيصة. هذه الطاقة رخيصة إذا حصلت اتأكد تماما بتم عندي بس موضوع العبور الكروسنج بوينتس اللي هي المعابر اللي احنا موجودة فيها. انا عيني اصدر منتجات لليمن وللسعودية ولليبيا ولتونس ولمصر وللسودان ولإيران وللعراق. هاي لا احنا عندنا القدرة بس احنا مشلولين. عندنا طاقة هرقل مربط هذا الشعب الفلسطيني. وبالتالي احنا انا بدمني اتذكر واقولها ليلا ونهار، انا بديت انا والاسرائيليين سنه 48 من درجه ثراء واحده تقريبا، الان هم 40 ضعف يزيد ثراءهم عني، مش لانهم اكفأ مني. لاسباب يجب ان نتخلص منها باي شكل، وهذا الكلام اللي بقوله ليل نهار الاخ الرئيس محمود عباس. نريد انهاء الاحتلال،
لأن الاحتلال هو اللي ولد الحصار، والحصار بالرجوع. أو الفقر إلى آخره. بالرجوع دكتور، قبل أن نخرج إلى هذا الفاصل، الكهرباء حتى لا نقفز عنها، الأزمة تتفاقم هذه الأيام بصورة أكبر في قطاع غزة، لماذا؟ خلينا نحكي مع بعض بصراحة. أنا قلت لك إنه إحنا بناخد 200 ميجا تقريبا من إسرائيل ومن مصر ومن المحطة هاي. ال 200 ميجا المفروض نظريا، نظريا اني ابيعهم بنص شيكل كل كيلو وات، يعني يعطوني 100 مليون شيكل شهري. نعم. للاسف الشديد هناك كارثه نشترك فيها جميعا، انا وانت وكل جيراني وكل الشارع وكل اهل غزه. عندنا حاجتين: ثقافة عدم دفع الفاتورة، التهاون من إدارة الشركة، لأنه بالكتير الشهر الماضي زي اللي قبله زي اللي قبله زي اللي قبله بنحصل من 100 مليون 15 17 21، إذا كترت بنوصل 22 23 مليون شهري. إذا أنا كل اللي بحصله دون ال 25% مما يجب أن يحصل، وبالتالي إيش اللي بيحصل الآن؟ اللي طول نهارهم يشكو في المحطة من انه رام الله تتآمر، ورام الله ما بعتتش الوقود، ورام الله الى اخره. رام الله الاسبوع الماضي اعطتهم مليون لتر والدفع في منتصف الشهر الجاي. نعم. يعني مقدمة. ادفانس. اثنين، كل سنت من ال 120 ميجا اللي هم الجزء الاكبر من الكهرباء اللي بتيجي على غزة بتدفعوا رام الله. نعم. مش غزة. غزة بالكتير المطلوب منها تدفع فقط ثمن الوقود اللي بيجي لهذه المحطة التعيسة. ومع ذلك مش قادرين يشتروا الوقود. الرئيس عدة مرات خفضوا لهم البلو، وزارة المالية. احنا هناك مش سويسرا. السلطة الوطنية الفلسطينية حكومة التوافق تعيش في أزمة مالية طاحنة. وبالتالي في مثل هذه الظروف لا يجوز يتم واحد بيدفعش ثمن الفاتورة. نعم. ويتم واحد متقاعس، والكهرباء ما بنعرفش وين بتروح. احنا لحد هذه اللحظة بنطالب الإخوان في شركة الكهرباء، في محطة الكهرباء، خلي السلطة خلي حكومة التوافق تسلم الكهرباء استلام كامل، جزء أكبر من، بس بشرط أن تقف الأجهزة الأمنية معنا، ساعتها احنا بنحل مشكلة الكهرباء. نعم. أما بالوضع القائم، بالوضع الموجود حاليا، سنظل نعاني الى، لكن الحكومه مش ساكته. الحكومه مع انها تتهم بالتقصير وتتهم انها حكومه الطراطير وحكومه النفاق مش الوفاق، ومع ذلك الحكومه هي اللي بتحل مشاكل غزه الحقيقيه، وان كانت لا يوجد حلول نهائيه بضمن هذا الوضع الأد. على الاقل هي التي تسير امور هي قطاع هي غزه، كل شيء، الكهرباء والمية والصحة والتعليم وإلى آخره، أساسا هو كله على كاهل الحكومة، حكومة التوافق. في عنا موضوعين بس اللي هم لا زالوا معلقين، اللي هو موضوع مرتبات الموظفين الذين كانوا يعملوا في الحكومة، حكومة الأمر الواقع. نعم. هذا موضوع معلق حتى هذه اللحظة ما نحلش، علما الحكومة عرضت 100 مرة أن تجد حلول لهذا الموضوع، لكن للأسف الشديد التنابذات السياسية منعت. نعم. هذا الموضوع. دكتور، دعنا نواصل هذا الحوار. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نتابع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتحدث عن واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية. الدكتور مأمون أبو شهلة وزير العمل، ما زلنا نتحدث عن هذه الكارثة التي نعيشها سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية. لو تحدثنا عن ملف الإعمار بعد أكثر من عدوان على قطاع غزة، الإعمار بطيء، فيما لو تحرك هذا الملف بأكثر سرعة ربما استوعب عدد أكبر من العاطلين عن العمل في هذا المجال. صحيح
الإحصائية تماما، لأنه إحنا كنا معولين على أنه الإعمار يلتقط مجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل، وإن كان خريجين الجامعات على الأغلب بتمهم في قضية في صندوق آخر. نعم. لأنه الإعمار بيأخذ ناس تشتغل في مجال الإعمار. نعم. لكن خريجين الجامعات على الأغلب قضيتهم أكثر صعوبة، إلا إذا كان هم غيروا ثقافتهم. أنا شفت كتير شباب طبيب أسنان بيشتغل في مزرعة دواجن مشان يعيش، وبيعيش كويس. وبالتالي هذا بالتدريجيا قاعد بتغير. بس على العموم نحكي موضوع الإعمار، للأسف الشديد الأرقام اللي عندنا عن موضوع الإعمار سواء كانت في قطاع المساكن، عندنا كان حوالي 140 ألف مسكن دمر تدمير جزئي، إحنا صلحنا منها الآن على الأقل 95% منها وأصبحت قابلة للسكن وعادوا الناس وعاشوا فيها. عندنا مساكن دمر التدمير كامل أو تدمير شبه كامل بين 12 و8 حوالي 20 ألف مسكن. إحنا ال 20 ألف مسكن أمكننا تدبير التمويل والمواد الخام اللازمة، التمويل طبعا من دول المانحة، نعم، والمواد الخام من خلال عبر إسرائيل، وهذا كله من خلال عدد من الأذرع اللي الحكومة بتشتغل من خلالها، اليو ان دي بي، الأونروا، المؤسسات الدولية. يعني باختصار وببساطة شديدة جدا بقولها لأخي المواطن، ولا سنت بدخل في قطاع الإعمار إلا جاء عن طريق حكومة الوفاق. نعم. بعض الناس بظنوا أنه الأونروا هي اللي بتعمر ولا اليو ان دي بي هي اللي بتعمر، لا، احنا هدول لاسباب عديده منشان نعطي ثقه للدونرز للمانحين بيتم التحويل من خلالهم، بس كله بمشاريع وزاره الاسكان الفلسطينيه. امكن تدبير في حدود 40 الى 45% من المساكن المدمره تدمير كامل، انعملت لها الترتيبات منشان عمليه الاعمار، وشايفين انتم اشياء بدات واشياء اندر جوينج، وان شاء الله باذن الله خلال 6 اشهر. طبعا انت ما جبتليش قطعه ارض ممهده وصلها الميه والكهرباء وجبت لي خرائط ورسومات وجبت لي المواد الخام وجبت لي راس المال وقلت لي ابني. انا ببني في 2 مليون طن من الردم. نعم. انا ببني وكان في عندي على الاقل 10,000 قذيفه ما انفجرتش. دفعنا 30 مليون دولار احنا كحكومه مشان ننظف المناطق هذه. من إضافة للإسكان، لو تكلمنا على موضوع الكهرباء، يوم ما خلص العدوان إذا متذكرين، نعم، كانت الأسلاك الكهرباء مع لحم المواطنين مع الخرسانة مخلطة في بعضها. الآن صار عندك شبكة الكهرباء تصلحت، نعم، مرة أخرى. لو تكلمنا على موضوع المية، إحنا الآن عندنا مشروع كامل نص مليار دولار، نعم، من شان محطة تحلية مياه بحر. محطة تحلية مياه بحر يوم 2/6 المقبل في اجتماع للمانحين أخذنا موافقة من السلطات الإسرائيلية على إدخال كل ما يلزم للمحطة من مواد. عملنا الأخ مازن غنيم مسافر خلال هذا الأسبوع إلى إسبانيا من شان الاتفاق على الخطوات العملية للموضوع. المحطة محطة بدها تكلف 230 مليون إكويبمنت. طب هاي الأرقام دكتور إلى أي مدى ممكن تخفف نسبة البطالة أو تخلق طبعاً فرص عمل طبعاً لعدد كبير من المواطنين؟ أنا شوف، أنا عندي محطة التحلية هتعطيني 55 مليون كوب مي عذبة في السنة، بالإضافة إلى 3 محطات صغيرة، بالإضافة إلى مي عذبة موجودة عندي في غزة، كلها على بعضها بنعملها ما يسمى الخط الناقل من رفح لبيت حنون. هذه مية حتصير موحدة لكل المواطنين. نعم. هذه كلها مشاريع صغيرة، تراكم المشاريع الصغيرة هو اللي بيعطيني اليد العاملة، الحاجة لليد العاملة إلى آخره. عندي شبكة المياه اللي انتوا شفتوا البلد المحفرة كانت المدة الأخيرة. نعم. هذا حوالي 45 مليون دولار اندفعوا وانعملت شبكة مرة أخرى، لأنه كان عندنا عيوب فيها كتير.
عندنا موضوع المجاري، محطات المجاري، هذه كلها قضايا تقوم على في الوقت الحاضر على قدم وساق. عندنا قضايا الزراعه، موضوع الزراعه، عندنا قضايا بديش اتحدث كثيرا، قضايا الزراعه، قضايا القطاع الاقتصادي الصناعي، الصناعي، المشاريع اللي اتدمرت، في كثير من الناس اخذت تعويضات ولم تقول انها اخذت تعويضات. هذا الكلام انت شايف البلد حتى الان مش بوضع بائس للغايه. البلد فيها عشرات الالوف من السيارات الجديده، فيها ناس بتبني، في حياه، في ناس تعبانه صحيح، بس في هذا كله ما اجاش من فراغ. مفارقه دكتور، مفارقه في الصوره. بالضبط، هذا لم ياتي من فراغ، هناك عمل قائم في الوقت الحاضر، ليس بالصوره المطلوبه وليس في حدود طموحنا ورغبتنا، لكن هناك عمل قائم. في نقطه مهمه جدا، في تقاعس من الدول المانحه في الدفع لألف سبب، أحدها سلوكنا إحنا السياسي. نعم. والتنابذ السياسي بين فتح وحماس وبين التنظيمات الفلسطينية المختلفة خلى الطرف الآخر اللي هو أساسا يفقد الثقة في الوقف، هو كمان هو كمان ما هوش هل يعني المهتم جدا جدا في الإعمار عندنا. نعم. والمنطقة بتغلي هنا وهنا وتدمر، وبالتالي إحنا الهوم وورك تبعنا، النشاط، خلافات الداخلية هي أحد الأسباب اللي عطلت بعض المشاريع، لكن الحكومة ليلا ونهارا إحنا على اتصال. يعني لو تشوف أجندة رئيس الحكومة والوزراء تقريبا في الشهر في عنا حوالي 200 اجتماع مع ناس أجانب، بنطلب مرة من هنا بدي تعملوا المشروع الفلاني، بدنا تتبعونا الموضوع الفلاني، وهذا كله يسير. وعلى فكرة أنا لا أتهم أحد من القيادات الفلسطينية باتهامات سيئة زي ما مر بعض الصحفيين مرات بحبوا يستعملوا عبارات. كل فلسطيني في موقع مسؤولية إنسان مخلص وإنسان نبيل وإنسان شريف بحب وطنه، بس أحيانا لحد اللحظة هذه قضية الثقة للأسف الشديد والتنابذ السياسي الحزبي هي سبب مشكلتنا. يعني على سبيل المثال أنا بحب أقول شيء من رئيسنا أبو مازن لأي مسؤول فلسطيني في كل التنظيمات فتح حماس إلى آخره. نعم. اشهد الله أن الجميع وطنيته كاملة، كاملة 100%. نعم. ورقم اثنين، لم يتنازل أحد عن ثوابتنا الفلسطينية حتى هذه اللحظة. ورقم ثلاثة، راغب في أنه يحسن وضعنا، بس للأسف الشديد الأصابع الخفية اللي بتلعب أدوار سيئة مع بعض الضعف هنا وهناك مخلينا المسيرة تتأخر قليلا، لكن أنا على المدى البعيد وأقولها بصراحة أنا متفائل، بلدي حتتغير أوضاعها، الأيام الأسوأ في تاريخنا في نهايتها والأيام الأفضل في بدايتها. في قاعدة بيانات لأعداد الخريجين حكيت رح نترك الخريجين على جنب الآن، حكينا في العاطلين عن العمل في الجانب العملي مش الخريجين الكليات الإنسانية، قاعدة بيانات لكل هذه الأرقام من الخريجين وممن ما زال يدرس وينتظر فرصة عمل لديكم في وزارة العمل؟ نعم نعم، شوف احنا بدأنا للأسف من حكومتين منقسمتين منذ 8 سنوات، لكن احنا الآن ويمكن بس وزارة العمل من الوزارات القليلة اللي وحدت كل جهودها من أجل أن يكون لدينا بيانات دقيقة عن العاطلين عن العمل بالذات في أوساط الشباب. وبالتالي بحب أطمنك وأطمن الجميع أنه إحنا هذا الموضوع حتى بتعاون مع شركائنا مؤسسات دولية قطعنا شوط طويل وعلى وشك أن ننجز هذا الموضوع على أحدث الوسائل العلمية، إضافة إلى أنه بعد باكر في اتفاقية بدي أوقعها أنا مع وزيرة المرأة. نعم. حتى نخصص جزء من أو نبدأ أولا في جنس الإناث، الحلول ستعطى البدايات لجنس الإناث. نعم. يعني حيكون عندنا برامج للبحث عن العاطلات عن العمل وإيجاد فرص عمل لهم قبل حتى الشباب. نعم. فنرجو الله سبحانه وتعالى أنه هالمشاريع هذه تعطي ثمارها خلال سنة 2016. السؤال الأخير، تفاؤلك بالنسبة لما تحدثت عنه وطمأنة المواطن ونظرتك للعام 2016.
شوف، أنا لا أستطيع أني أنسى أنه أنا تحت الاحتلال، لا أستطيع أن أنسى أنه ما حصلنا عليه ليس دولة ولا استقلال، بالرغم من وجود شرطة وسفراء وحكام ووزراء وإلى آخره. لا، أنا واقعي ومقتنع قناعة مطلقة أنه طريقنا شاق وطريقنا صعب، وما بديش اللي بسمعني يظن أنه الأمور وردية وأنه الأمور ممتازة، لكن إحنا بالرغم من الصعوبات بنحفر بالصخر وهنحل المشاكل. في 2016، يعني منشان أنهي أنا بكلمتين، أنا أعتقد أنه من 50 إلى 100 ألف وظيفة حتتوفر خلال هذا العام إن شاء الله، إذا ما صارش للأسف الشديد عدوان إسرائيلي جديد. نتمنى أن تظل هذه الحياة موجودة فوق هذه الأرض، الإرادة موجودة، وما زال هذا الشعب يحيا فوق هذه الأرض لأنه يتحلى بهذه الإرادة والصبر والصمود. أشكرك معالي الوزير، وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلة، على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى أن تكون وصلت إلى المشاهد. شكرا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عنقر. تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.